بصورة قديمة تعود إلى فيلم من عام 1968 للنجمة الفرنسية كاترين دونوف. أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن دورته 76. عرض الافتتاح يعيد النجم العالمي جوني ديب إلى السينما بدور الملك لويس 15 في فيلم جان دو باري، بينما يجسد الممثل الأمريكي هاريسون فورد مجدداً شخصية إنديانا جونز عالم الآثار المغامر في جزء خامس، وهو يعود للمرة الخامسة أيضاً إلى المهرجان ليواكب العرض الأول العالمي لفيلمه بعد 49 عاماً على مشاركته الأولى فيه. المخرج مارتن سكورسيزي ينضم أيضاً إلى هذه المنافسة مع نجمه المحبب ليوناردو دي كابريو وبفيلم يحمل عنوان Killers of the Flower Moon. أما النجم الأمريكي العالمي مايكل دوغلاس فيكرم هذا العام بنيله السعفة الذهبية عن مجمل أعماله ومسيرته الفنية العريقة. 14 فيلماً عربياً في المهرجان، أبرزها فيلم بنات ألفة للمخرجة التونسية كوثر بن هنية والنجمة هند صبري، في تجربة سينمائية تجمع بين الوثائقي والدراما ومستلهمة من قصة حقيقية لامرأة تدعى ألفة، وفيلم إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد، وهو أول فيلم أردني طويل والذي ينافس في قسم أسبوع النقاد ليكون أول فيلم أردني في تاريخ مهرجان كان الأعرق، بينما يشارك الفيلم السوداني وداعا جوليا في قسم نظرة ما صانعا التاريخ للسينما السودانية بكونه أول فيلم سوداني يشارك في المهرجان. مهرجان كان يحمل أهمية كبرى لصناع السينما في مختلف أنحاء العالم الذين ينتظرون لحظة السير على سجادته الحمراء، وأيضاً النجوم الذين يأتون من كل أنحاء العالم ليشاركوا هذا الحدث العظيم. ولعل أبرز نجمات العالم العربي لهذا العام منى زكي وأسيل عمران والمخرجة المغربية مريم توزاني التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الدولية.